يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 33، الصغرى 20، اسكندرية 31، 20، مطروح 30، 21، بورسعيد 25، 17، إسماعيلية 33، 18 وجوها حار. بالنسبة لي السويس 32، 19، العريش 26، 16، طابة 28، 20، شرم الشيخ 34، 23، الغردقة 33، 22 وجوها أيضا حار. بالنسبة لي الأقصر 38، 23، أسوان 38، 23، الوادي الجديد 36، 24، شلاتين 31، 21، حلايب 28، 22 وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.